بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذه السوره كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقرا بها في الركعه الثانيه في سنه الفجر وفي سنه المغرب وفي ركعتي الطواف وكذلك يقرأ بها في الوتر لأنها مبنية على الإخلاص التام لله ولهذا تسمى سورة الإخلاص وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على تفسير هذه السورة وسبب نزولها وفضل قراءتها وقبل أن نبدأ الفيديو أود أن أوجه كلمة شكر لكل مشترك في قناة خواطر دينية بفضل دعمكم وتشجيعكم المستمر نستطيع الاستمرار في انتاج المحتوى وتقديمه لكم بشكل افضل، واطلب منكم وضع لايك لهذا الفيديو وتعليق بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخواني الكرام، ذكر في سبب نزول هذه السوره ان المشركين او اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك. فأنزل الله هذه السورة قل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وللأمة أيضا وهو الله أحد هو ضمير الشأن عند المعربين ولفظ الجلالة الله هو خبر المبتدأ وأحد خبر الثاني الله أحد أي هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه أحد أي متوحد بجلاله وعظمته ليس له مثيل وليس له شريك بل هو متفرد بالجلال والعظمه عز وجل الله الصمد جمله مستقله بين الله تعالى انه الصمد اجمع ما قيل في معناه انه الكامل في صفاته الذي افتقرت اليه جميع مخلوقاته فقد روي عن ابن عباس ان الصمد هو الكامل في علمه الكامل في حلمه الكامل في عزته الكامل في قدرته الى اخر ما ذكر في الاثر وهذا يعني انه مستغني عن جميع المخلوقات لانه كامل وورد ايضا في تفسيرها ان الصمد هو الذي تصمد اليه الخلائق في حوائجها وهذا يعني ان جميع المخلوقات مفتقره اليه وعلى هذا فيكون المعنى الجامع للصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت اليه جميع مخلوقاته لم يلد لانه جل وعلا لا مثيل له والولد مشتق من والده وجزء منه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في فاطمه انها بضعه مني والله جل وعلا لا مثيل له ثم ان الولد انما يكون للحاجه اليه إما في المعونة على مكابدة الدنيا، وإما في الحاجة إلى بقاء النسل، والله عز وجل مستغني عن ذلك. فلهذا لم يلد لأنه لا مثيل له، ولأنه عز وجل مستغني عن كل أحد. وقد أشار الله عز وجل إلى امتناع ولادته أيضا في قوله تعالى: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فالولد يحتاج الى صاحبه تلده وكذلك هو خالق كل شيء فاذا كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه بائن منه وفي قوله لم يلد رد على ثلاث طوائف منحرفه من بني ادم وهم المشركون واليهود والنصارى لان المشركين جعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا وقالوا ان الملائكه بنات الله واليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله فكذبهم الله بقوله لم يلد ولم يولد لانه عز وجل هو الاول الذي ليس قبله شيء فكيف يكون مولودا ولم يكن له كفوا احد اي لم يكن له احد مساويا في جميع صفاته فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه ان يكون والدا او مولودا او له مثيل وهذه السوره لها فضل عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انها تعدل ثلث القران لكنها تعدله ولا تقوم مقامه فهي تعدل ثلث القران لكن لا تقوم مقام ثلث القران بدليل ان الانسان لو كررها في الصلاه الفريضه ثلاث مرات لم تكفه عن الفاتحه مع انه اذا قراها ثلاث مرات فكانما قرا القران كله لكنها لا تجزى عنه ولا تستغرب ان يكون الشيء معادلا للشيء ولا يجزى عنه فها هو النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فكانما اعتق اربعه انفس من بني اسماعيل او من ولد اسماعيل ومع ذلك لو كان عليه رقبه كفاره وقال هذا الذكر لم يكفه عن الكفاره فلا يلزم من معادله الشيء للشيء ان يكون قائما مقامه في الاجزاء وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته الى يوم الدين. إخواني الكرام، إذا وصلتم الى نهاية الفيديو فلا تبخلوا علينا بوضع إعجاب لهذا الفيديو ومشاركته لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته